بداية شكري الجزيل لمؤسسة عبد الرحيم وعبيد فدعوتها لي للمساهمة في حفل تكريم السي محمد اليزغي القائد الذي قام بأدوار أساسية في إنقاذ حزبه من كثير من المحن. ساعدني الحظ على أن أكون واحدا من الشهود على بعضها. هذه الدعوة تمثل بالنسبة لي شرفا واعتزازا كبيرين. قالت الأستاذة جبدي بعض الخصال نروح لإطار السي محمد اليزغي. ستكون لي فرصة لذكر بعضها الآخر. مباشرة بعد توديع الشهيد عمر بن جلون إلى مقره الأخير كان مفروضا على الحزب تعيين من يخلفه على رأس جريدة المحرر. ورغم أن لا شيء كان يمنع قيادة الحزب من الفراد بالتعيين من تريده فإن تصرفت تصرفا غير مسبوق حسب علمي في بلادنا. اختار التشاور مع هيئة تحرير المحرر وطلبت منها أن تقدم لها مقترحا حول من ترغب في أن يحل مكان الشهيد على رأس إدارة المحرر. في الاجتماع الذي عقدناه لم نكن في حاجة إلى استعراض أسماء. لقد بزغت أمامنا وبكيفية تلقائية صورة واحدة ووحيدة وهي صورة محمد اليزغي. صورة محمد اليزغي التي بزغت أمامنا وجعلتنا نستنكف عن البحث عن أسماء أخرى ليست فقط صورة ذلك القائد الاتحادي الذي كان ضحية اعتداء إرهابي كاد يودي بحياته وليست فقط صورة مناضل الاتحادي تعرض لاعتقالات وعانى من شتى فنون التعذيب وليست فقط صورة مناضل الاتحادي تحمل مسؤولية الإعلام الحزب السابق. لأنها كانت أيضا صورة محمد اليزغي ملتصقة بصورة عمر بن جلون الرفيقان اللذان تربطهما روابط متينة ومثالية نضالية وإنسانية حتى أن أعداء الحرية والديمقراطية رأوا فيهما المقاوم الذي يتعين القضاء عليه فاستهدفوهما بطردين ملغومين في نفس اليوم وفي نفس الصباح. منذ ذلك الوقت قاد محمد اليزغي بصمود هادئ الإعلام الحزبي المحرر ثم ليبراسو وسط زوابع الرقابة القبلية والبعدية وزوابع الحجز والمنع والمضايقات إلى أن أدى ثمن ذلك حين اشترط على الحزب مقابل السماح له بإصدار صحيفة تنطق باسمه عدم إطلاق اسم المحرر عليها وعلى أن لا يكون مديرها مدير نشرها محمد اليزغي. قبل الحزب الانصياع لهذا الشرط الجائر لأنه لم يكن أمامه أي حل آخر يسمح له بإبلاغ صوته للرأي العام خاصة أن الانتخابات كانت على الأبواب والإعلام الرسمي لا يبث ولا يغطي سوى أخبار الحاكمين الرسمية. انضبط اليزغي لقرار الحزب وكان له دور كبير في تعيين مناضل في القاعدة وفي وضع الثقة فيه رغم أنه ليس عضو لا في القيادة ولا في أي مؤسسة كبيرة ورغم أن ثقافته المهنية كانت محدودة ولا تجربة له في تسيير منشأة صحفية مطلوب منها إبلاغ صوت الحزب إلى الرأي العام. كان هذا نوع من الإطار لدى سي محمد اليزغي. اعتمد محمد اليزغي في إدارة جيدتي الحزب بنفس الأسلوب الذي دشنه عمر بن جلون وهو أسلوب لم يكن معمولا به في الصحافة الحزبية في ذلك الزمان. أسلوب عماده الثقة في هيئة التحرير وتمتيعها بهامش كبير من حرية المبادرة حتى أن مصطفى قشاوي رحمه الله كان ينبه باستمرار إلى ضرورة الوعي بأننا هيئة التحرير المحرر والليبراسيون مسؤولون مسؤولية مباشرة على حرية اليزغي وسلامته. لذلك علينا أن ندرك حجم هذه المسؤولية وأن نكون أهل الثقة التي يمحضنا إياها.
حتى لا نقترف أي انزلاق قد يعرضه لأي أذية تلحق بحريته. علاوة على ذلك، لم يكن سي محمد يفرض كيفية أسلوب أو كيف أسلوب أو تغطية نشاط حزبي، لا يسعى إلى جعل جريدة تنشر نشاطه أو صوره، لا ينيب أحداً عن القيام بذلك. لماذا كان من واجب التذكير بهذا السلوك؟ بكل بساطة، لأن الثقافة التي أنجبته والتي كان يحملها عبد الرحيم بوعبيد وعمار بجلون ومحمد اليزغي كانت النقيض المطلق مع ثقافة تقديس الزعماء، وتبغض جعل الإعلام أداة لتلميع وتمجيد صورة الزعيم. هذه الثقافة كانت نادرة في السلوك الحزبي بلادنا، وما تزال للأسف نادرة رغم التحولات الجذرية التي أحدثت، وما تزال تحدث تطورات في ميدان الإعلام والتواصل والصحافة. كان لروح الإطار لدى محمد اليزغي دور حاسم في تجاوز الأزمات وصيانة الحزب، وما سأبوح به أمامكم اليوم لم تمله علي مشاعر الرودة والصادقة والتقدير العالي التي أحملها للسي محمد اليزغي، ولم تملها أي حسابات سياسية أو غيرها. فقد اعتزلت النشاط السياسي وابتعدت عن الاتحاد الاشتراكي ابتعادا كاملا، وصرت خارج صفوفه منذ أزيد من عقدين، وغدبت تبعا لذلك غير معني بما عاشه من تطورات. شهادتي مبنية على وقائع، إما كنت شاهدا عليها وإما كنت واحد من الأطراف المعنية بها بما حدث فيها، وظلت راسخة في ذاكرتي لأنني أعدها وقائع ذات أهمية في تاريخ الاتحاد بعد وفاة قائده عبد الرحيم بوعبيد. واستسمح السي محمد في أن أذكر في هذه المناسبة مناسبة التكريم بإيجاز شديد بعضا من الوقائع التي تجلت فيها روح الإطار لديه. في خضم الفاجعة التي أصابت الحزب بوفاة السي عبد الرحيم، زارنا المرحوم باهي أنا ومصطفى القشاوي في المكتب الذي كنا نتقاسمه معا في مقر دار النشر المغربية بزنقة الجون ديروش، وكنا وقت ذاك منهمكين في تشييد المقر الجديد لصحافة الحزب في زنقة الأمير عبد القادر. كان باهي قادما للتو حسب ما أخبرنا به من مكتب المرحوم نبيل الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية الشغل، جاء لينقلنا خطة كان نبيل الأموي من أبرز المدافعين عنها. إليكم ملخص الموجز لما جاء المرحوم باهي يقوله لنا. يقول الإخوان، يقول المرحوم باهي: إنه علينا عدم التسرع في تعيين خليفة لعبد الرحيم بوعبيد، وعلينا التريث وانتظار عودة الفقيه البصري للحسم في كتابة الأولى. إن الفقيه يستعد للدخول إلى بلاده، وستكون تلك العودة، يضيف محدثنا، حدثا تاريخيا وفرصة تاريخية أيضا لجمع شمل الاتحاد ولمصالحته مع ماضيه ولإنجاز المصالحة ما بين أجياله وطيارته. إن الحسم في الكتابة الأولى الآن ودون مشاركة الفقيه حسب أصحاب هذه الخطة ليس في صالح الحزب، إن مصلحته تستوجب انتظار عودة الفقيه. هذه الخطة التي نقلها إلينا المرحوم باهي عن أنصار الفقيه البصري ليست في الواقع جديدة ولا مفاجئة، فقد ظهرت ملامحها ومراميها في المؤتمر الوطني العام لعام 86 من القرن الماضي كما يتذكر الذين حضروه. الجديد وأن أصحابها ظنوا أن وفاة عبد الرحيم بوعبيد عبدت لهم الطريق ومنحتهم الفرصة للفرض أطروحتهم الرامية إلى العودة بالاتحاد إلى ما قبل المؤتمر الاستثنائي. بالعكس من ذلك، كانت المصلحة في تلك الظروف هي الإسراع في حسم قضية الكتابة الأولى حتى يفوت الحزب الفرصة على أي متربص محتمل بوحدته واختياراته واستقلاليته. والأكيد أن هؤلاء المتربصين كانوا ينتظرون وفاة عبد الرحيم بوعبيد للانقضاض على القلعة التي كان هو حارسها والساهر على سلامتها.
كانت أنظار غالبة الاتحاديين متجهة نحو عبد الرحمن اليوسفي رفيق عبد الرحيم وعبيد في الكفاح الوطني والديمقراطي، وتنتظر إعلان توليه الكتابة الأولى. لكن السيد عبد الرحمن أبدى عدم رغبته في ذلك بكثير من الإصرار، وأفهم الكثيرين فتحوه في الموضوع أنه غير راغب في تحمل المسؤولية، فكان لا بد من إقناعه. والرجل الذي تطوع وتولى هذه المهمة هو محمد اليزغي. كنا حاضرين أنا ومصطفى القشاوي حين خرج السي محمد من مكتبنا واتجه توا إلى منزل السي عبد الرحمن، مصمما على عدم مغادرته إلى أن يتراجع عن رفضه وإلى أن يقبل تحمل مسؤولية الكاتب الأول. ومكث هناك بصحبته إلى أن أقنعه بأنه هو الرجل الأمثل لخلافة عبد الرحيم وعبيد، وبأن عليه حمل المشعل بعده. لا أدري ما الذي دار بين الرجلين، ولا كيف تمكن ليزغي من إقناع مخاطب بالعدول عن رفضه، لكن الحاصل أن الاجتماع الموالي للمكتب السياسي بعد ذلك أصدر بلاغاً أعلن فيه تولي عبد الرحمن اليوسفي الكتابة الأولى ومحمد ليزغي الكتابة الأولى بالنيابة، وكان ذلك انتصاراً للحزب ولوحدته، وكان ذلك بفضل السي محمد ليزغي. كان بإمكان محمد ليزغي أن يطمع في الكتابة الأولى، فهو نائب عبد الرحيم بوعبيد مثله مثل المرحوم اليوسفي. فبما أن هذا الأخير غير راغب في المنصب، فليس هناك مانع سياسي ولا قانوني يحول دون سعي محمد ليزغي إلى خلافة عبد الرحيم بوعبيد، خاصة وأن الروابط بينهما ظلت دائما متينة، بل كان من أقرب المقربين إليه. زعيم حزب آخر كان سيبذل كل جهوده ويضف كل الوسائل ولو كانت غير ديمقراطية للظفر بالكرسي، لكن ليزغي لم يكن من هذا النوع من الزعماء. كان رجل تحركه روح الإطار والأخلاق الاتحادية الحقيقية، غلبت مصلحة حزبه على مصلحته الشخصية. وهذه مرحلة أخرى، كان لمحمد ليزغي دور أساسي في الحفاظ على وحدة الاتحاد وتماسك صفوفه. لما قدم الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي استقالته بكيفية مفاجئة وصادمة من الكتابة الأولى وغادر المغرب، لم يظهر ليزغي أي طمع في الحول لمحله، ظل يزاول مسؤولية قضية الحزب بصفته الكاتب الأول بالنيابة فقط. وبذل مثل العديد من الاتحاديين الكثير من الجهد لإقناع السي عبد الرحمن بالتراجع عن استقالته، وظلت جلسات اللجنة المركزية التي ترأسها تتمسك بعبد الرحمن اليوسفي كاتبا أول. كان من الممكن أن يتسبب الفراغ الذي حدث بفعل الاستقالة، ولدام حوالي عامين اثنين في حدوث تصدعات وتجاذبات داخل الحزب، لكن الذي جنبه هذه المزالق وحافظ على وحدته كان حسب قناعتي ووفق ما عشته وحرص ليزغي من جهة على أن يظل الاتحاديون أوفياء لكاتبهم الأول آملين في تراجع عن قاره، وحرصه من جهة أخرى على تجنيب الحزب أي شيء من شأنه خلق توترات أو تشنجات داخله تهدد سماسك صفوفه. مرحلة أخرى لن أطيل الكلام فيها حتى لا أعيد فتح جراح تؤلمني شخصيا إلاما شديدا. أثناء أزمة سي 95 من القرن الماضي، تعرض السي محمد ليزغي لشتى الأقاويل والاتهامات المغرضة والتصرفات الماسة بتاريخ النضالي. من أهم التهم التي نسبت إليه الادعاء بأنه كان وراء السلوك المهني لجريدة الاتحاد الشراكي في تغطية عودة الفقيه البصري. وأشهد أمامكم اليوم أن لا يد لمحمد ليزغي لا من قريب ولا من بعيد في ذلك السلوك المهني. قناعتي أن الغرض من كل ما تعرض له كان هو السعي للتخلص منه، والتخلص منه معناه قطع الحبل الذي يربط بين الاتحاد الشراكي وبين قائده عبد الرحيم وعبيد. لكن محمد ليزغي مرة أخرى
جعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، فاحتفظ بصبره وصموده، واصل القيام بعمل جبار من أجل نزع فاتيه الأزمة التي لم يكن مسؤولاً عن اندلاعها، أزمة وصفها المرحوم اليوسفي بأنها كادت تعصف بكيان الحزب. هذا قالها السي عبد الرحمن لي شخصياً. ثم برهن مرة أخرى عن روح الإطار لديه حين استجاب لطلب السي عبد الرحمن وتنازل له عن ملكية وإدارة جهة الاتحاد الاشتراكي، وبفضل هذا التنازل استكمل الحزب خروجه من مشكلة القيادة التي عمرت حوالي سنتين ومن الأزمة التي فجرها حادث الدخول الفقير المصري. في ختام السي محمد، نعذرة إن أنا قصرت في حقك في هذه الشهادة، أقول لك إنني معتز بكل ما تعلمته منك، معتز بالدعم الذي لم تبخل علينا به كلما سعينا في أسرة صحافة الحزب إلى إنجاز خطوة مهنية تروم تطوير وتحديث الإعلام الحزبي، وهذا موضوع آخر لا يتسع الوقت للتفصيل فيه. وشكرا لمؤسسة عبد الرحيم وعبيد التي أتحت لي فرصة التعبير عن هذا الاعتزاز، وشكرا للحضور الكريم، والسلام عليكم.